شنت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات ليلية في 22 آب استهدفت منطقة أري غربي إدلب. الاستهداف كان لمحطة مياه خارجة عن الخدمة يعيش فيها نازحون من منطقة رويحة. الاستهداف أدى إلى مقتل رجلين اثنين، رجل مسن وفتى بعمر 18 عام، وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم طفل وطفلة وامرأة. عندنا شهداء وعندنا مصابين، وعلى يميننا في شهيد بالأرض موجود، زلمة كبير بالعمر، وفي بقر كمان، البقر كلها متصوبة، يعني دليل على أنها المحطة فيها نازحين، ما فيها غنامي، ما فيها لا مسلحين.